أريد أن أعرف ما هي صلاة النافلة، وهل هي نفسها صلاة الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر من النافلة، صلاة النافلة أعم من الوتر، والوتر هو آكد النوافل، كذلك ركعة الفجر آكد النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الوتر ولم يكن يدع ركعتي الفجر، يعني النافلة الراتبة التي قبل الفجر لم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. من نوافل كثيرة، منها صلاة الضحى، ومنها صلاة الليل، منها تحية المسجد، ومنها الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هذا أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر، هذه تسمى الرواتب، وهذه سنن مؤكدة. كذلك الوتر، كذلك صلاة الليل، ما تيسر من صلاة الليل، صلاة الضحى، وما زاد عن ذلك فإنه أفضل وأكثر أجرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.